أنا بعتقد بالمؤتمر الصحفي لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من قبل نادي الكاف دوري الأبطال بين الدرجة الرياضي التونسي ونادي الأهلي المصري. بنرحب بمستر بيتسو مزناني المدير الأهلي ودكتور عمرو محب الترجمة وكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي. هنبدأ بكلمة من مستر مزناني ومن كابتن الشناوي وبعد كده هنبدأ السلام عليكم. Yeah, of course, we all know the nature of the game, of this kind of a game between Lahli and Esperance. Everybody knows the importance of the game. طب بالطبع كلنا عارفين طبيعه الماتشات دي بين الترجي وبين الاهلي والكل عارف اهميه المباريات دي بين الترجي والاهلي. It's not the importance only about qualification to the finals, it's also important to the history and the brands of the team. ليس فقط اهميه للتاهل عدم التاهل، لا كمان للبرستيج والعلامه التجاريه للانديه والتاريخ للانديه. So we هيك تكلمك عايز حاجه؟ لا طب اوكي اتفضل. نعم؟ المصور ذا فوتوغراف از هير. بعد اذن حضرتك بعد اذنك اتفضل اتفضل عشان مش عارف الكلام. من فضلك اقعد عشان بس الترجمه عشان حضرتك مقصر على التركيز لو سمحت من فضلك. شكرا. Yes. A very difficult game. We all know that. ماتش بغاية الصعوبة كلنا نعلم ذلك جيدا. We come here with respect to Esperance. جينا هنا طبعا من كل احترام للترجي. Yes, we have respected everybody from last Champions League title, even on this one, wherever we've been with, we've respected everybody. We never disrespected any opponents. نحترم دائما الخصوم بتاعتنا سواء في البطوله اللي فاتت او البطوله دي، بنحترم كل فرقه بنلعب قدامها. Because our humility is very important. يعني التواضع شيء مهم جدا. But we are here to compete. لكن طبعا احنا موجودين هنا عشان ننافس. And we believe like any other coach that plays a game that believes that they can win the match. طبعا احنا مؤمنين كاي مدرب تاني طبعا فرصه بالفوز بالمباراه. The question is easy, of course it's not. طبعا ده شيء مهم، ده اجابه سؤال واضحه جدا طبعا. Especially here in Tunis. خاصة هنا في تونس. But we are here to compete. هنا جينا هنا عشان ننافس. Esperance has got a good name. النادي الترجي اسم كبير. عنده خبرات في بطولة افريقيا. That's why they're in the semi-finals. ولذلك متأهل نصف النهائي. لو سمحت خليه يكمل الإجابة ثم ترجم. بالنسبة للتلفزيون مقطعة برشا. طب أنا ما أعرفش حضرتك قلت إيه، طب يعني أبدأ من نكمل ما كده بالطريقة دي؟ أوكي فندم حاضر. عليكم السلام. عليكم السلام. أوكي فندم خلاص أوكي. أوكي فندم اتفضل حضرتك. Okay, I see we came in حتة طويلة. What does he want? He wants to give a paragraph and translate for a by paragraph. Oh, then for the television. Follow after. Paragraph. Yeah, follow after. Okay. There's another one coming. Should I continue? Yes. Yeah, okay. As I said, Esperance has got a good name and big experience in Champions League. So as Ali have the same experience, but yeah, they've got a very, very good coach that I have big respect and who has won a lot of titles in the Champions League, and I have big respect for him also. But as I always say that we are Ali, we are Lahli. Lahli will always be Lahli. So. We have an obligation to our supporters. We have obligation to our families
that came here on a mission, and we believe that if you make the semi-finals, you might as well as make the finals. And when you make the finals, you must make as well as win it. And that has been our route even last year. هو بيقول طبعا نادي زي ما قال بيعيد تاني نادي الترجي نادي كبير واسم كبير بس الاهلي برضه نادي كبير واسم كبير هو بيكن كل احترام للمدرب الترجي فاز بالقاب كتيره للترجي بس احنا هنا طبعا عشان نفوز ده التزامنا تجاه جماهيرنا والتزامنا تجاه عائلتنا ان احنا نفوز ونجيب اللقب احنا طبعا الماتش الموجود هنا بندافع عن الفرص ان احنا نفوز ولو فزت في الدور قبل النهائي المفروض برضه تتاهل للنهائي وتفوز وده اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت وفزنا باللقب. مهم جدا.